بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن السؤال او اللي يصار في الفتره الاخيره موضوع قانون محكمه النقد الجديد اللي طلع يجوز يمكن العوام متخيلين انه جديد، لكن اساتذه القانون طبعا عارفين ان الموضوع ده ليس بجديد، ولكن القانون ده سبق، ده مش قانون، ده حكم محكمه النقد بيتكلم هل يجوز لحفيد الامتداد او لا يجوز. تمام، طبعا اساتذتنا وزملائنا فاهمين كويس قوي ان المحكمه الدستوريه العليا اصدرت حكمها اللي انا بعتبره الحكم التاريخي في 2002، في 11/2002، بيقول انه لا يجوز الامتداد الا لجيل واحد فقط. طيب امال الراجل ده خد حكم ازاي من محكمه النقد الحفيد؟ هنفسر الحته دي ان شاء الله. حكم المحكمه الدستوريه طبعا زي ما احنا كنا عارفين قوانين الاجراءات الاستثنائيه قوانين ظالمه شويه وقوانين مزعجه جدا. القانون كان حاصل فيه كالاتي، ان بيمتد عقد الايجار يعني القانون بيقول يمتد عقد الايجار للاب والام والزوج والابناء المقيمين مع المستاجر الاصلي قبل الوفاء. أرجو من بعض الناس اللي بيقول لك إقامة سنة قبل الوفاء، هذه الكلام ده مش حقيقي. الإقامة إقامة قبل الوفاء، تمام، ولم يحدد مدة الإقامة، عشان برضو دي حاجات صغيرة بيقع فيها بعض الناس، فإحنا عايزين نبعد عن الأخطاء دي تماما. يبقى إحنا واحد في شرطين، إن يكونوا حد من اللي قلناهم قبل أو أم أو زوجة أو أبناء. الشرط الثاني أن يكونوا مقيمين معاه. تمام؟ يعني مثال، لو أب توفى وترك بنتين، بنت متزوجة ومقيمة مع زوجها، وبنت مش متزوجة ومقيمة معاها. اللي بيمتد له عقد الإيجار البنت المقيمة مع المتزوجة ومش مقيمة مع زوجها ومقيمة مع زوجها ما بيمتدلهاش. وفي احكام محكمة النقد اتكلمت عن الخروج الاضطراري بس مش ده موضوع. نرجع تاني، يبقى القانون قال كده والقوانين الاستثنائيه كانت بتدي كده، وتدي بقى ايه؟ الف توفى ترك ابنه ب، ب يمتد له عقد الايجار، وب يتجوز ويخلف ويمد الجيم، وج يتجوز ويخلف ويمد الدال، وهكذا. اصبح ده ما اصبحش عقد ايجار، ده اصبح ملكيه، ده اصبح واحد انا واخد منه الشقه ملك، انا عمري ما هترجع لي. فهنا المحكمه الدستوريه قالت ايه؟ قالت ان هذا العقد اصبح عقد كده مؤبد، مخالف للشريعه الاسلاميه، مخالف للعلاقه الايجاريه، لطبيعه العلاقه الايجاريه. فصدر الحكم بالمحكمه الدستوريه بيقول ايه؟ انه يمتد لجيل واحد فقط. بعض الناس فصلت الجيل، قالت لك يمتد للابن الاكبر، او ده الكلام ده خطا تماما، هو بيمتد لكل الجيل المقيم مع الاب، يعني توفى اب وترك ابن وزوجه وابنه، بيمتد للثلاثه، هو ده الجيل، الجيل مره واحده فقط، تمام، وما يمتدش يعني الابن اللي موجود دلوقتي ما بيمتدش بعد مراته ولا ابنائه، خلاص كده ما بيمتد لهمش. طيب انت بتقول لنا كلام وحكم محكمه النقد بيقول عكسه، بيقول اللي بيمتد للحفيد لا نفرق. ليه امتد للحفيد؟ لان الحكم الدستوريه ده لما طلع في 13/11/2002، ويعمل بيه من يوم التاني لتاريخ نشره، يعمل بيه من يوم 15/11، تمام. اللي حاصل ايه؟ اذا توفى المستاجر الاصلي قبل 15/11/2002، دي خليها معادله، دي معادلتك تشتغل عليها. اذا توفى المستاجر الاصلي قبل 15/11/2002 يمتد للحفيد، اذا توفى بعد هذا التاريخ ما يمتدش للحفيد. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ يعني لو المستاجر الاصلي مات قبل 15/11/2002، ايه اللي هيحصل؟ هيتطبق عليه القوانين الساريه قبل حكم المحكمه الدستوريه، اللي هو ايه؟ يمد لابنه.
فابنه اتمدد له بقوه القانون. جه حكم المحكمه الدستوريه 15 لقى ابنه هو اللي واخد حكم المستاجر الاصلي فيمد الابن ابنه. فهنا عشان هنا كده الحفيد بيمتد له في الحاله دي بس. وده كان مضمون وفحوى عقد الحكم اللي احنا اللي اثار جدل. والحكم ممكن يكون زي مثلا الاغلبيه المحترمه من رجال القانون فاهمين طبعا ان الحكم ممكن يكون اصلا صادر من عشان خد دوره في المحكمه وصدر ويكون واخد له سنين. فاذا يبقى متى يمتد عقد الايجار للحفيد؟ اذا توفى جده اللي هو المستاجر الاصلي قبل 15/11/2002 يمتد للحفيد بشرط ان يكون هناك اقامه مع المستاجر الاصلي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني بشرط اذا كان المستاجر الاصلي الف توفى وترك ابنه ب يمتد الجيم اللي هو الحفيد بشرط انه يكون ب اقام مع الف وجيم اقام مع ب لان ده الشرط. تمام؟ وبشرط اخر انه يكون طبقا لحكم المحكمه الدستوريه انه توفى قبل كده. طيب لو توفى بعد 15/11 اذا ب اللي هو موجود الامتداد بتاعه حصل في حاله ظهور حكم المحكمه الدستوريه في 15/11. ففي الحاله دي اصبح هو اللي بينطبق عليه الجيل الواحد او هو ووالدته واخته اللي هي والدته اللي هي زوجه المستاجر الاصلي. فاصبح كده هما ده الجيل اللي بينتهي او بينتهي. ممكن الحفيد يقعد مع جدته. ليه؟ ابوه مات بس الامتداد كده كده ممتد للعمه وللاب وللجده. فهو قاعد عشان ما حدش يقول لي ده انا اعرف حالك. هو قاعد في ضياف الدور. قاعد مستخبي ورا دور. لكن لو دور مشي وهو هيطرد الحفيد. فزي ما اتفقنا مع الناس ومع حضراتكم يبقى الحفيد ما بيمتدلوش غير في الحاله دي. انه يكون امتد لوالده من جده ويكون الجد توفى قبل 15/11/2002. طيب في حاجه تاني واحد يسال سؤال تاني. طب نفترض ان الجد توفى في ابو قال احنا عندنا الجد الف وابوه ب والحفيد ج. تعالى نفترض ان ب توفى والف عايش وج عايش، يعني الجد عايش والحفيد عايش. هيمتد للحفيد؟ لا. عقد الايجار ما يمتدش بقى. توفى امتى؟ ما توفاش امتى؟ قبل حكم المحكمه الدستوريه؟ بعد حكم المحكمه الدستوريه؟ الحفيد هنا ما يتمدلوش خالص. ليه؟ لان احنا عندنا القوانين الاستثنائيه سلسله واحده. عشان يمتد للحفيد لازم يكون يمتد لابوه، لان النص بيقول ايه؟ يمتد عقد الايجار للاب والام والزوجه والابناء. هنا الحفيد مش ابن. هو الحفيد لازم ابوه يمتد له وهو ياخد من ابوه، ما ينفعش ياخد من جده على طول. طب امتى ياخد من جده؟ حاله واحده وحاله نادره الحدوث. وما بياخدهوش الامتداد كده. حاله انه يكون جده حرر عقد الايجار وفي وجود الحفيد معاه اللي هي بنقول عليها حالة من حالات المساكنة. ايه هي حالات المساكنة دي؟ حالة المساكنة لم ينص عليها القانون ولكن نص عليها احكام محكمة النقض. قالت انه يعتبر في حكم المستأجر الاصلي اللي بدأ العلاقة الايجارية مع المستأجر الاصلي. يعني انا رحت حررت عقد الايجار وقعدت مع صاحب عقد الايجار اللي هو جدي منذ تحرير عقد الايجار لغايه ما جدي مات. انا هنا ما خدتش بامتداد، لا ده انا خدت بقيت مستاجر اصلي زي جدي. دي حاله اسمها من حالات المساكنه. خلاف هذه الحالات لا يمتد للحفيد عقد الايجار ولازم الحفيد يكون والده او والدته. ما هو ممكن يكون الحفيد من ناحيه الام برضه. يعني مش ضروري يبقى الحفيد من ناحيه الاب. يعني لان الام بتمد لاولادها نفس القصه. تمام؟ فاحنا عندنا الدنيا واضحه وبنطمن شويه. يعني زمان كان قانون الايجارات زي ما حضراتكم تعلموا اكثر مني ان قانون الايجارات كان ما بيخلص، حاجه مفتوحه.
تمام. دلوقتي الحمد لله في اهو يعني في امل انه هيجي جيل ويخلص والشقه ترجع لاصحابها تاني، لانه ده الحق اللي من وجهة نظري انا كمان مقتنع بيه. شكرا.